يبحث الجميع بطبيعة الحال أو يحاول البحث عن مؤامرة وراء التظاهرات أو الحراك الشعبي الأخير في العراق. وحينما يتعلق الأمر بالعراق فإن المتهم الطبيعي للمؤامرات الخارجية هو الولايات المتحدة الأمريكية. ياسين أقطاي يرى في موقع يني شفاق أن الهدف الرئيسي من التظاهرات في العراق هو الاحتجاج على الفساد وعلى السلطات المتهمة بهدر الثروات للقوى الخارجية، والهدف الأصلي هو العلاقة الخاصة التي أقامتها تلك السلطات مع إيران. إيران عبر وجودها أو نفوذها في العراق اليوم لم تنفع الشعب العراقي مثقال ذرة، والمشاريع التي فعلتها إيران ونجحت بها وجلبت الازدهار والسلام والرفاهية لشعبها أو يمكنها أن تجلب لم يكن فيها مشروع أو تجربة ما صبت في مصلحة العراق ونهضته، بل على العكس تماماً كانت تلك المشاريع بمثابة تهديد للتعددية الديموغرافية في العراق. إن الوضع القائم اليوم يحكي لنا أن أكثر من يشعر بعدم الراحة مما يحصل بالعراق ليس السنة بالمقام الأول، بل هم الشيعة أنفسهم، حيث أصبح الشباب العراقي يدرك أن ما تقوم به إيران في العراق مجرد لعبة، وأن ثمن هذه اللعبة يتم تسديده من قبل العراق بلداً وشعباً. إذن في النهاية لا تحتاج تلك الاحتجاجات لمصدر إلهام خارجي، سواء من قبل الولايات المتحدة أو من أي قوى أجنبية أخرى، حيث الوضع القائم بالعراق يكتسب هذا الإلهام من ذاته وبشكل قوي وشديد للغاية أصلاً. إن احتجاجات اليوم بالعراق ليست من النوع الذي يمكن طمسه عبر لصقها تهمة عملاء أمريكا أو عملاء داعش أو أنها احتجاجات السنة. الشيعة هم من يقودون ذلك الحراك، لكن القومية العراقية في النهاية هي التي تحظى بدعم جميع شرائح الشعب العراقي. ويرى ياسين أقطاي أن الدماء التي أريقت حتى اليوم من دماء الجيش العراقي أو من الميليشيات الداعمة لإيران أو من الشرائح الموالية لإيران داخل الجيش، يرى أنها تشير بشكل واضح إلى أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن نفوذها بسهولة، حتى ولو كان على حساب الدم العراقي. في النتيجة لو كان هناك شيء ستقوله إيران للعالم حقا هو أنها تمشي نحو الغرق ببحر الدم الذي صنعته بيدها.